ماما، جنى رفيقتي خربشت لي على دفتري. ماما سمعتيني؟ ايه سمعتك، سمعتك كملي. انا رجعت خربشت لها وهي رجعت خربشت لي مره تانية. ماما سمعتيني؟ على فكرة أنا فيني أسمع وأستعمل التليفون بنفس الوقت. خلاص انسي الموضوع. ماما، جنى رفيقتي خربشت لي على دفتري. وشو رأيك بيلي صار؟ أنا رجعت خربشت لها وهي رجعت خربشت لي مرة تانية وانخزق كتابي. يعني لما خربشتي لها ما انحلت المشكلة، بالعكس كبرت أكتر وعصبته أكتر. مزبوط. يعني لازم نفكر بغير حل. ايه لازم نفكر بحل تاني. برافو حبيبتي، كلامك مزبوط. رح نتفق انا وجنى بكره انه ما نخربش بقى. استمعوا لاولادكم بانتباه واصغاء، حرصوا على التقرب من اولادكم خلال التواصل معهم، تربيت على الكتف، لمس، نظر. افسحوا المجال لاطفالكم للتعبير عن مشاعرهم وارائهم. ناقشوا مع اطفالكم المواقف مع التركيز على مشاعرهم قبل ايجاد الحلول.